السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبير ناجي من عالم بيرو، والنهاردة هنعمل مع بعض التارت اللي انتوا شايفينه ده. تارت سهل قوي نقدر نعمله كلنا في البيت. محبتش اعمل عجينة صعبة، انتوا عارفين عجينة التارت شوية بتظبط شوية ما بتظبطش، فحبيت اعملها بطريقة سهلة بطبقة من البسكوت وعليها طبقة الموز بتاعة التارت بتاعنا وعليها طبقة بسيطة كده من الكراميل، وكان المفروض ما زوقهاش بس حبيت احط شوية شوكولاتة شيبس كده بسيط، لان انتوا عارفين التارت ما بيتزوقش، بس حطيت شوية شوكولاتة شيبس بسيطة كده. وتعالوا بقى نفتحه، بس قبل ما نفتحه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك، واللي ما فعلش الجرس يفعل الاشعارات للكل بعد اذنكم. تعالوا بقى نقطعه سوا، اوريكم التارت من جوه. بصوا التارت بتاعي اهو، طبقة البسكوت بتاعنا اللي بالزبدة، وطبقة موس التارت بتاعنا شوكولاتة، وبين كمان طبقة الكراميل فظيعة مش قادرة اوصف لكم. طبقة الكراميل دي هتعمل شغل عالي جدا 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 معاه، ومش قادرة اوصف لكم طعمها، يعني هي تتحدث عن نفسها، يعني تعمى تعمى تعمى. تعالوا بقى اوريكم انا عملتها ازاي. وعشان احضر التارت بتاعي انا حضرت معلقه كبيره من الجيلاتين، احط عليها شويه ميه كده واركنها على جنب. وطبعا انا ما عنديش كريمه لباني، فعملت بديل الكريمه اللباني دي كوبايه كبيره من القشطه، ضربتها شويه كده يعني خليتها سايله شويه، واحط عليها معلقتين كبار من الكريم شانتي، ودي نص كوبايه من السكر البودره، وعشر بواكي بسكوت، ومعايا تقريبا 200 أو 250 جرام من الشوكولاته الدارك. هحضر بديل الكريم شانتي، بديل الكريمه اللباني معايا، هحضر بديل الكريمه اللباني معايا اللي هما معلقتين من الكريم شانتي البودر، واقعد اقلبهم كده مع معلقه القشطه اللي انا محطاها وكنت فكاها شويه مدوباها كده في يعني دقيقتين ميه وضربها معاها عشان تفك شويه. كده بقى معانا بديل الكريمه اللباني، يعني مش محتاجين نشتريها، اوكي عشان التكلفه ما تعلاش معانا. عشان نسيح الشوكولاته بتاعتي بقى هجيب الكازرولة بتاعتي دي واحط فيها كوبايه، يعني كوبايه الا ربع كده من الحليب، اسخنه على النار وبعدين انزل عليه بش اضربه في الكبه لحد ما يبقى زي البودره، وهوريكم هعمله ازاي دلوقتي. تعالوا نشوف هنحضر البسكوت بتاعنا ازاي، انا فرامله ازاي. انا فرمته في الكبه واختصرت بس شويه الوقت دوت، ما رضيتش افرمه قدامكم اختصارا للوقت. سيحت معلقتين زبده اهم، زبده صفراء اصبها عليها واقلبها كويس، عايزاها كده تبقى شبه الرمل المندي. انا مش بحب افرم البسكوت قوي، بحب اسيب فيه ايه يعني تكايه كده في شويه بسكوت. بحب الطريقه ديت عن عجينه التارت، لان عجينه التارت شغلنا شويه وساعات تنشف، وكمان بتحتاج زبده كتير قوي يعني. لا طب وليه ما نختصر الوقت، والله البسكوت بيعمل معايا نتيجه حلوه قوي وسريعه، يعني البسكوت هاجي هفرمه واحط عليه الزبده. ده كمان في ناس عشان خاطر تخلي الوصفه يعني مش تقيله قوي ما بتحطش الزبده وبتحط ميه سخنه، لكن بقى الطرد يعني اديره عالي قوي في الزبده بتاعته، كمان يعني نتيجته مش مضمونه، ممكن ينشف مني، ممكن يطرى مني، ممكن ينفخ مني مثلا بزياده. فبصراحه البسكوت اسهل واسرع بكتير. تعالوا بقى اوريكم احطه ازاي في الصينيه. جبت الصينيه بتاعتي، طبعا يا ريت تكون الصينيه اللي بتتفتح، مش موجوده اللي بتتفتح مش مشكله، ممكن نشتغل في اي صينيه عندنا. وانا حبيت احط ورق زبده كده على الاطراف عشان تبقى سهله معايا وانا بخرجها، لاني ما عنديش ورق البافلوم ده، ممكن بيجيب من عند بتوع مستلزمات الحلويات، بس للاسف انا ما كانش متوفر عندي، فحطيت ورق زبده يعني بنصرف، احنا ما فيش حاجه بتقف قدامنا ابدا. دي قاعده التارت بتاعتي اللي هي الطبقه اللي هتبقى تحت طبقه البسكوت، انا بعملها بالطريقه ديت. اوكي قدامي حلين، يا ادخلها الفرن
خمس دقايق بس اشم ريحه البسكوت كده، اخرجها او ادخلها الفريزر تجمد معايا قبل ما اضيف عليها اخر طبقه اللي هي طبقه التارت. تمام، ايه اللي متوفر؟ قولي تحبي تعمليه، يعني ايه هتحطيها في الفريزر 10 دقايق يا في الفرن 5 دقايق او 10 دقايق؟ بس كده هثبت عليها كده شويه، وتعالوا بقى نفنش الطبقه بتاعه التارت بتاعتي الاخيره. يلا بينا. فاكرين اللبن بتاعي اللي انا سخنته كوبايه لربع لبن، هنزل بقى فيها الشوكولاته بتاعتي، اللبن سخن زي ما انتم شايفينه عشان اسيح الشوكولاته بتاعتي فيه. اقلبه كده لحد ما الشوكولاته بتاعتي تسيح، وارجع بقى الجيلاتينه بس احطها على حمام ميه او في الميكرويف لحد ما تسيح لي تاني. تمام، افضل اقلب بقى في شوكولاته ابتدت تسيح اهي لحد ما تسيح معايا كويس قوي. هجيب الاسباتيوله احسن. تمام كده شايفين الشوكولاته بتاعتي تقريبا ساحت. طبعا احنا ممكن نستبدل الشوكولاته الخام دي بالجناش لو متوفر عندنا، وممكن طبعا نستبدل كل ده بالكاكاو، بس طبعا هو مش هيبقى طعمه طبعا زي الشوكولاته بصراحه، بس يعني احنا ممكن نتصرف باي حاجه موجوده عندنا في البيت. تمام، ننزل بقى بنص كوبايه السكر بتاعتنا البودره دي، نقلبها كده معاهم بسرعه عشان تسيح معايا، وانا حاطه الجيلاتين على حمام مائي وهجيبه دلوقتي حالا. شايفين الجيلاتين بتاعتي ساحت، بقى هضيفها على الشوكولاته بتاعتي. مش عارفه بحب دايما احط كيس فانيليا مع الجيلاتين، يعني انه ينام وقت الجيلاتين لازم احط كيس فانيليا. راح فين كيس الفانيليا؟ تعالى يا فانيليا، الولاد جننوني. لقيت كيس الفانيليا، يعني طالما اتوجد الجيلاتين لازم انزل بفانيليا معايا، مش عارفه ليه ساعات ريحته بتضايقني شويه. خلاص كده تمام، بسم الله سيحنا شوكولاته معانا اهي. تمام، والسكر ديب، هننزل بقى على الكريمه بتاعتنا اللي احنا عاملينها بديل الكريمه اللباني. كانت كوبايه من القشطه معاها معلقتين من الكريم شانتيه، وعلى فكره كان ممكن نستغنى عن الكريم شانتيه بس هو عندي فعشان كده حطيته، يعني كوبايه القشطه، او لو احنا ما عندناش كوبايه قشطه بديل الكريم شانتيه بديل سوري الكريمه اللباني، معلقتين كريم شانتيه ومعلقتين لبن بودره في كوبايه لبن، ونديهم ايه ضربه كده بالمضرب خفيفه او المضرب اليدوي مش هيقول لا. كوبايه اللبن عليها معلقتين كريم شانتيه عليهم معلقتين لبن بودره، كده يبقى احنا معانا كريمه لباني. دلوقتي انا استعملت البديل اللي هو كوبايه القشطه معاها معلقتين كريم شانتيه، تعالوا بقى نحطهم على بعض. تعالوا بقى نحط الموز بتاعنا، الكريم كريمه الشوكولاته دي قصدي الشوكولاته على الكريمه، ونحضر الجناش بتاعنا او الموز بتاعنا زي ما تحبوا تسموه يعني، او التارت بتاعنا. بسم الله بسم الله. طبعا هي معلقه الكريم شانتيه اللي هتعمل لي عامل الربط بتاعي اللي هتخلي الكلام ده كله يجمد، هو مش هيبقى جامد، احنا مش بنعمل كريم شانتيه الحشو الترط، لا هو هيبقى سايل كده وهيجمد بسبب معلقه الجيلاتين اللي احنا حطيناها ان شاء الله باذن الله. بس كده خلاص يمتزجوا مع بعض. تمام كده، مش هنسيب ولا تنتوفه في الكازرولة. ومحمد عامل هيصه بره، ازعاج ازعاج. تمام كده ولا فنفوته. تعالوا بقى نجيب البسكوت بتاعنا، انا حطيتها في الفريزر شويه عشان طبقه البسكوت بتاعتي تجمد، وهنزل عليها بطبقه الموز بتاعتي حالا. تمام كده بسم الله، هي جمدت معايا طبقه البسكوت من تحت، نزلت عليها اهو كده، حطها في التلاجة بقى مش اقل من 5 ساعات، وفي الفريزر ممكن 2 3 ساعات، لكن لازم اتاكد ان الطبقة جمدت معايا قبل ما اعمل اي حاجة. احط عليها طبقة خارجية كده، ممكن احط كراميل، ممكن احط جناش، ممكن ما احطش خالص، تذويق ده حسب ما احنا نحب. تعالوا بقى نجمدها شوية ونرجع نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. طبعا من التلاجة بعد ما قعدت شوية بقى في التلاجة ومعايا كوباية كراميل،
عملتها معاكم قبل كده. عملت معاكم صوص الكراميل، هنزل لكم الصوص وطريقه تحضيره في صندوق الوصف بتاعي. صندوق الوصف يا فندم ده عنوان سوري سهم جنب العنوان بتاعي، هيكون هتدوسي عليه هتدخلي في صندوق الوصف هتلاقي اللينك بتاع صوص الكراميل باذن الله. برضه حبينا ان احنا نزود الطعم ونخلي الطعم اغنى شويه بصوص الكراميل بتاعي دوت. برضه هسويه وادخلها التلاجة شويه. تمام كده، طلعتها كده بقى من التلاجة بعد تقريبا 4 ساعات اهو تقريبا. احاول بقى افكك الاطار بتاعي كده. بسم الله بسم الله، واشيل بقى الورق ده كده من الجنب بالراحة. بسم الله اوكي، واشيلها كده ايوه الطريقة دي، واكمل كده عادي ايوه كده خلاص تمام. بصوا هو عادة الطرب بيتقدم كده واحنا بناكله في المحلات في الكافيهات كده من غير تزويق، بس انا حبيت برضو اعمل له اي تاتش كده بسيط، احط شويه شوكولاته شيبسي كده في الجنيب بالطريقه دي في الاطراف بتاعته. بس بسم الله دايما شايفين كده. هجيب بقى كده ده المدور الذهبي الجميل ده واحط كده الثلاثه دول في النص. بس انا مش هعمل اي حاجه في التزويق تاني، خلي الشكل سيمبل. هو اصلا التارت ما بيتزوقش. ويا رب يكون بقى عجبكم التارت بتاعي النهارده، ومبسوطه قوي اني انتوا شفتوه. ويا ريت بقى اللي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتفعلوا اشعارات للكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.